still don't get spink ink. Hang on, Ken. Sir? What was that? What's this? المفروض ضرب وش خاطر؟ أنا المفروض ضرب. لازم تضرب. اللي منعك. الحين أمس سويت السيميليشن. كان أوكي. سيميليشن ما يتصل بالكور. إيه أنا إيه بس يعني أقصد السوفت وير كان شغال. أوكي. شو ممكن في مشكلة الكور؟ كهرباء واصلة 24 فولت. It's blinking. IP address can see the blinking. الوايرين صح. الواير صح. ممكن double check things. الكودر ما أدري إذا شغال نفسه ولا لا. شنو بعد ممكن يكون؟ شلون نقدر نختبر إذا الكودر نفسه؟ الحين الهاردوير أغلب الظن الهاردوير. إلا إذا في بالك شغلة بالسوفت وير. Unless we نشيل الكودر من مكانه نحطه هني بهني داخل. ما نقدر نحرك القاعدة شوي ونحركه مانيولي بدل ما نجيب. هو الحين هو it's absolute encoder يعني الحين في عنده position معين already. الحين هو في المفروض إنه بس هو شوف هني it cannot read any value. زين اقتراح. روح الماكسيمم والمينيمم اللي تقدر عليه الحين وشوف شنو راح يصير. هو it's not reporting any values at all. We'll go home position again. احنا نقدر نحرك بس الالتيتود. بس الالتيتود. Yeah. والعزيمة فتا. ايه والالتيتود already فاصلين. الو. الو هلا. هذا اللي انا فتته. من نانا. انزين. يمكن اغلب الظن الهاردوير. انا اعتقد الهاردوير لانه صار له فتره وايد يعني هيك شيء 11 زين وانا قبل تروح من الصوت تركب مره ثانيه 11 واير نفسه سوينا كذي وننظف يلا زين وين ورني انا احنا الحين بنادي العلمي بنادي العلمي يعني عندنا مشكله يعني. مشكله بالتي نحلها من كودر مش من كودر سوي شغله هذا هو زين سوي شغله مو تقليديه زين اي حتى ماني ولي ايه. بس هو اوريدي زين روح شوف السجل عنده شيء بس عيها مره